طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بما أنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم، ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءه وعندكم انسانيه تنحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جئتوا بجنطة تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جئتوا بجنطة تطلعون بجنطة. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. موضوع حلقة هذا اليوم حول تصاعد الدعوات لإعلان إقليم محافظة نينوى ومحافظة البصرة. الموضوع ليس بجديد ولكن اليوم يرجع إلى الساحة. نريد نعرف شنو الأسباب اللي تدعو وجهة تدعو السياسيين في هذه المحافظات إلى الدعوة إلى إعلان أقاليم في محافظة نينوى ومحافظة البصرة. يعني كتل سياسية تصاعدت مطالبها في الآونة الأخيرة في البصرة ونينوى بإعلان المحافظتين إقليمين خاصين بذريعة إهمال الحكومة في بغداد لمعاناة السكان والأزمات المتلاحقة في وقت أكد مراقبون أن تلك الدعوات تأتي بسياق استغلال معاناة الشعب العراقي لتحقيق مخطط لتقسيم العراق. على صعيد محافظة نينوى أعلن سياسيون وناشطون في المحافظة عن تقديم طلب إلى مفوضية الانتخابات لإنشاء إقليم نينوى، ولفت الناشطون إلى نية اللجنة عقد مؤتمر لتبيان الظروف التي أدت لإعلان فكرة الإقليم، وأشاروا إلى أنهم يعملون على هذه الفكرة منذ 3 سنوات ولكن جرى تأجيلها بسبب الظروف وأوضاع المحافظة في ذلك الوقت، وأنهم قدموا طلبهم إلى المفوضية وبانتظار رفعه إلى رئيس الوزراء. طبعا مجلس محافظة نينوى قال بأن إعلان إقليم نينوى حلم سابق لأوانه يراود قسما من السياسيين في المحافظة. أوضح عضو المجلس غانم حميد في هذا الموضوع بأنه يمكن أن تكون محافظة نينوى إقليما إذا تضامنت أكثر من محافظتين وفق قانون المحافظات غير المرتبطة بالإقليم الذي يسمح باتفاق 3 محافظات وتتخذ قرارا موحدا ويرفع الطلب إلى الحكومة للموافقة. نعم، البصرة كذلك كما أشرنا هناك مطالبات بالإقليم. نريد نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين، ما الذي يدفع بعض السياسيين لتكرار إعلان فكرة الأقاليم في بعض المحافظات العراقية؟ معنا اتصال محمد من البصرة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى قناة الرافدين وإلى عاملين قناة الرافدين المحترمة، ورحمة الله على الشيخ الدكتور حارس الضاري، وسلامي وتحياتي على الشيخ الدكتور مثنى حارس الضاري المحترم البطل. الله يسلمك عمر. نعم، هم اجوا من اجل، هم هذا اللي تدقون عليه، هم اجوا من اجل تقسيم العراق، اجوا من اجل تقسيم العراق، ما يهمهم انه يعني ادري يعني سياساتهم، اجوا يفككون الشعب العراقي. يعني تصور هاي البصرة قبل فترة طلع بها بوقتها والي عبد اللطيف راد البصرة ان تصير اقليم، يعني رسميا تنضم لإيران. بالنسبة للموصل هم يردون تقسيمها ويردون تقسيم كل العراق، يشتتون العراق حتى كركوك حتى اي كل محافظات العراق يشتتوها حتى يبقى العراق ضعيف الى ابد الابدين. هذا الديدن مالهم.
يعني هم ما يهمهم مواطن ولا يهمهم شعب ولا يهمهم وطن. يعني ما هو جديد بحكومة عادل عبد المهدي؟ وهذا اللي قبل المالكي واللي قبل العبادي وعادل زوية هسه، زين؟ يعني انت تصور يطلع 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 مسؤول اللي اسمه رائد فهمي هذا بالحزب الشيوعي يقول اذا فشلت الحكومه نحمل البرلمان العراقي المسؤوليه. شوف الضحك على الذقون شلون يضحكون على الناس. ادري انتم تختارونهم، يعني جماعه فتح وجماعه سائرون يجيبون عادل زويه، وعادل زويه ما جاب الانتخابات، هم جابوا بحسب اتفاقاتهم السياسيه، وهاي الديمقراطيه مالتهم المعروفه. يقول نحمل البرلمان على فشل عادل عبد المهدي اذا فشلت الحكومه. هذا رائد فهمي يقول اللي هو من الحزب الشيوعي. زين انت رائد فهمي ايش دخلك ويا الاحزاب الاسلاميه؟ انت احزاب شيوعيه ماركسيه، هذول فكرهم وين؟ انت فكركم وين؟ فهم هذول جايين يضحكون علينا لا اكثر ولا اقل. زين؟ هذا النبي يطلع 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 المالكي يقول احنا نحذر يقول المالكي يقول نحذر على انهيار العمليه السياسيه. هم كل اللي هامهم العمليه السياسيه هاي المريضه. زين يعني بصراحه يعني هسه مثل البارحه يطلع المرجع اليعقوبي يقول هناك احزاب دينيه اسلاميه شيعيه زين تحمي تجاره المخدرات والملاهي والدعاره والبارات. يا بكرت عينك الى انتهى الشكل، يعني بعد 16 سنه يلا وتتدرون بهم وانتم مشاركين وياهم. زين مو انت مرجع؟ وين المرجعيه؟ وين السستاني؟ وين يا حكومة فاشلة؟ بما أنه انبنت على باطل تبقى باطل. زين محمد، تبقى باطل. هاي الحكومة يعني برأيك فشل نعم. فشل الحكومة المركزية يدعي المحافظات مثل البصرة ونينوى إلى إعلان إقليم، فكرة إعلان إقليم. ها محمد تعال سأل عمر، وهذا قبل شوية ذكرتك أو ما تكون على هذه الدجن مالهم. نعم. يردون يقسمون العراق حتى يبقى العراق ضعيف، ويبقى ضعيف وإن شاء الله ما يبقى ضعيف. نعم. هاي الحكومة هي يعني هو هذا يعتبر مشروع سياسي. هم أجوا من تدمير العراق، مو إحنا ذكرناها أكثر من مرة. ولازم يقسمون الموصل ويقسمون البصرة ويقسمون كركوك ويقسمون. هم ما جايين من أجل لم الشمل العراقي. نعم. جايين من أجل تفكيك يعني تفكيك الشعب العراقي. هاي سياستهم. يعني هو المحتل لما جابهم على شنو جابهم؟ يعني شو توقع من الاحتلال؟ هاي ثمرات الاحتلال، ان يعني يقسمون العراق ويبقون يقسمون، وان شاء الله ما يقدرون، ان شاء الله بيته ما يقدرون يقسمون العراق. يا استاذ عمر حبيبي انت بعد روحي، وانا اشكرك يا استاذ عمر. اشكرك محمد من البصره، كان معنا اتصال ابو طه من بغداد. تفضل ابو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو طه، شنو رأيك بإعلان فكرة إعلان إقليم في محافظة نينوى والبصرة؟ هذه الفكرة تعود إلى الساحة العراقية من جديد. والله الأمر هي هاي الخطة مع الأقاليم، هاي سببها الرئيسي إيران وأمريكا والأحزاب المتسلطة على الشعب هذا مغلوب على امره. نعم. زين. على اي استناد يتقسم العراق الى اقاليم؟ نعم. ليش يريدون يفرقون الشعب هذا؟ الشعب لا حول ولا قوه. نعم. زين. يسوون الانبار اقليم، البصر اقليم، الشمال اقليم، ريال اقليم. على استناد احنا كنا شعب واحد. هاي خطه امريكيه ايرانيه اسرائيليه. نعم. زين ابو طه، السؤال اللي يطرح يعني هم نفسهم السياسيين اللي عندهم مناصب حاليه او سابقه هم دا يقودون هذه الافكار، يعني هم لما كان واحدهم ماسك وزاره او لازم مثلا محافظ او كان برلماني وطلع من السلطه يدعو إلى إنشاء الإقليم، هو لما كان مسؤول ما قدم المحافظة شيء، إيش راح يقدم لما إذا سوى إقليم؟ هم كل المسؤولين، كل البرلمانيين، كل اللي قدموه العراق حتى هسه
سيقدمون إذا صارت أقاليم. أقسم لك بالله العظيم أنا قبل ربع ساعة طبيت في البيت زين بشتري 5 كيلوات تقريبا 5000 دينار. نعم. زين شنو اللي قدموا لنا إياه؟ ذلك يعني هاي الشيء حيمشون عليه وإحنا عيب علينا نقول ذولا سياسيين. إحنا عتبنا على المرجعية، المفروض المرجعية تتدخل، رجال الدين يتدخلون. يبدأ يتقسم العراق. نعم. تاريخ العراق وين راح؟ إذا تقسم العراق، إذا ضاع تاريخ العراق. نعم. ضاعت كل أمور العراق. يعني إيران تدخل من صبحة، أمريكا تدخل من صبحة، إسرائيل تدخل من صبحة. لأن إحنا وين سيادة العراق؟ يقولون إحنا عندنا سيادة. وين السيادة؟ نعم. يعني ياهل يجي يدخل في العراق، أبو إيران يقول يجب أن تنسحب القوات الأمريكية من العراق. هو أبو إيران إلى حق أن يدخل شؤوننا الخاصة، المفروض على سياسينا هم اللي يدعون هذا الشيء، هم يريدون يطلعون الأمريكان أو ما يطلعون الأمريكان، مو إيران تطلع الأمريكان قرار من عندها. نعم. هي هاي خطة على الشعب العراقي أستاذ عمر. دمروا الشعب، حطموا الشعب، وقعوا للشعب، يعني شردون بعد من الشعب هذا. نعم. شنو اللي يردون من هالشعب المسكين اللي نعم. يركض ليل مع نهار على هاللقمة هاي اللي يطلبوها العائلة. نعم. أنا أشكرك. أنا أعرف. نعم أنا أشكرك أبو طه، كان معنا من بغداد. نعم معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بك. طبعا أنا أوجه تحياتي بالأول إلى قناة الرافدين ثم إلى الأخ عقيل من فرنسا والأخ أبو فيصل، أقول حياكم الله وكل المتصلين الشرفاء اللي يعرضون هؤلاء الخبثاء اللي يدمرون بالعراق. بس استاذ دكتور عمر بصريح العباره نعم. يعني انت مثل ما تقول مجبور اهون الشرين هي الاقاليم نعم. لكن هل الاقاليم هم راح تفوز شيوخ حشاير وراح تفوز ناس حراميه؟ هي نعم. هاي المشكله، هي هاي المشكله. انت راح تقطع دابر الحكم الشيعي باكمله، ما تخلي الحكم الشيعي. هو من دمر البلد غير الحكم الشيعي؟ مو طلع ابو عمامه قبل اذا في اطار هذا الدستور أبو عمر، في إطار الدستور نعم. اللي جابه المحتل الأمريكي، يعني حتى إذا تعلن إقليم فأنت هسا على سبيل المثال أنت عندك إقليم كردستان، الميزانية مالته نعم. منين يأخذها؟ من الحكومة المركزية، صح لو لا؟ نعم. يعني هاي أبسط شيء، يعني ما يقدر يتصرف بالثروات والخيرات اللي موجودة بمحافظته أو بإقليمه، يعني حكومة المركز هي مسيطرة بحسب الدستور اللي جاب المحتل الأمريكي. هاي وحدة. إذا الحكومة المركزية متحكمة بالملف الأمني، يعني قوات أمنية ترسلها الحكومة المركزية إلى المحافظة الفلانية تعتقل فلان، تبسط سيطرتها على الأرض المعنية، فشنو فائدة الإقليم أنا إذا أريد أسوي إقليم؟ ومثل ما أنت تفضلت نفس الوجوه الفاسدة ونفس السياسيين اللي موجودين في العراق هم راح يسيطرون على هذا الإقليم، وبنفس الوقت أني يعني فقط إقليم وما عندي صلاحيات. أستاذ عمر بصريح العبارة أنت مجبور مثل ما أقول لك، يعني مو أقول لك نعم. إحنا بإقليم كردستان ما تقدر تجي لا قوة عسكرية ولا قوة أمنية. كردستان إلى وضعية خاصة مو اليوم والبارحة. نعم أنا وياك نعم. لكن الآن هل الوضعية في الأقاليم الأخرى راح تكون مثل إقليم كردستان؟ أنا من سابع المستحيل، لأن هم نفس الوجوه الموجودة اللي هي في العملية السياسية نعم. من المحافظات السنية هم فاسدون، هم لا ينفعون أبد. يعني شو أقول لك، الحرامي أشرف من عندهم، يعني على الأقل الحرامي مثل يسرق له سرقة يروح يصرفها بالملاهي بالبارات بالقمار بغير شغلات يتونس بيها زين، ورا شهرين ثلاثة أربعة خمسة إلى أن تخلص فلوسه يرجع. هذا قاعد على بنك يومية مليار، يوم
يوميا مليار صارخ لك، يوميا صارعين لك كافعه، وين توديها؟ انت ايش راح تسوي بيها؟ راح تقول الله ليش انت ما راح تموت؟ ليش انت احسن من صدام حسين؟ صدام حسين ولك كنا نخاف؟ من خيالنا نحكي عليه، من خيالنا انت شنو انتو؟ انتو بصايه المعتل يا صاحبي عزيز، فما صرت لك هذه العالم تريد هاي تجربها، على الاقل تقول لك اطلع من الخنقه الفارسيه، الفرس هم اللي يحكمون، اما مع احترامي للمتصل اللي قبل خسران عمار اللي قبلي قال المراجع ناشد المراجع، ما هي سبب البلاء هي المراجع، هي اللي ساندتهم، هي اللي وقفوا وياهم، هي اللي تدعوهم المشاركة الانتخابات، الانتخاب نفس الوجوه الفاسده، والله المراجع عميان، جن اذانها طرشه، ما تعرف انه نوري رجع مرت الاخرى، ما تعرف انه هادي رجع، ما ترى انه فلان وفلان رجعوا، هذه كلها كذبه، هذه عدم، تاسس البلاء هي المراجع الفارسيه، زين انتم ما عندكم الشيعه العرب مراجع مالتكم يدخلون، يا بعد ايدك في ايدك، لو انت خلاص امامك الاول والاخير هو الفارسي، ما هذا هذا كفر، هذا كفر ما بعده كفر، انت بتكفر بنفسك انت كقوميه عربيه كوطن اسم العراق كبلد اسم العراق، هذا يتحكم تشوف المليارات تطلع من المراجع ومن السياسيين الشيعه تروح الى ايران والى اوروبا وغيرها وغيرها، انت على اي اساس تستند على هؤلاء يا اخوان؟ على اي اساس تستند على هؤلاء؟ فرح المرجع مالتهم اليعقوبي يقول والله الملاهي والخمر حرام، نعم انا وياك حرام حرام، بس كان المفروض يصير عندك غيره على شيعتك، شيعتك كلها مليانه بيوت مخدرات خطيه مدمريهم من وراء المخدرات، ليش ما حرمت المخدرات؟ لكن الخمره انا مو احللها، لكن اهون الشرير، الخمره اهون الشرير، مو مثل المخدرات تخلص زرعه لازم تحتاج الى زرعه اخرى، ليش ما حرمتها؟ طيب على ايران؟ المليارات تروح من ايران؟ هي هاي المشكله استاذ عمر، المليارات وهم يتاجرون بها ويشربوها، قسما بالله العظيم، يا هذا ما حد يحرمها، اتحداك انت يا يعقوبي، وبارحه يطلع لي هذه يقول الامريكان اجبر من ان يتجولون في المناطق العراقيه وهذا لك والله العتب مو عليك العتب على الامريكي انا اشكرك اذا ما قصر لسانك وقطع رقبتك مثل ما سووها بقيت سووه عربون ضحيه هذا شو اسمه اوس الخفاجه سووه عربون ضحيه فالحار مو عليك الحار على انا اشكرك لك. ابو عمر من سليمانيه كنا معنا اتصال ابو راشد من عمان تفضل ابو راشد أبو راشد انقطع الاتصال مع أبو راشد من عمان طبعا الكثير من الناس تسمعهم أصدقاء أقرباء حديث على مواقع التواصل الاجتماعي يعني ليس اليوم يقول لك والله مثل ما قال أبو عمر إنه ربما الإقليم هو أهون الشرين طبعا اللي يدفع المواطن إلى هذه تأييد هذه الفكرة هو بسبب الحكومة المركزية تعامل الحكومة مع المواطن العراقي ضرب الهوية الوطنية في العراق يعني على سبيل المثال البارحة انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس أبرشية الموصل داود شرف تحدث عن طالبة عراقية مسيحية من الموصل طلعت الأولى على الجامعة وطلع تعيينها في تعيينها في اعتقد في وزاره التربيه اختصاص لغه عربيه احالوها الى لجنه طبيه وبعدين اللجنه الطبيه بدات تستهزئ بها وقالوا لها انه انت راح نلغي التعيين مالتك وحتى لو يجي قرار من رئيس الوزراء هذا ضرب المواطن العراقي وضرب الروح الوطنيه عند المواطن العراقي ملايين من شبابنا طلعت خارج العراق وتهجرت بسبب ماكو تعيينات ماكو خدمات فساد الواسطة التحزبية الاعتقالات العشوائية أمور كثيرة خلونا نشوف بالله مقطع يتحدث فيه هذا رجل الدين المسيحي داود شرف حول هذا الموضوع ونرجع لكم مينا يجي له تعيين وقرار المفروض من رئاسة الوزراء في بغداد وتتفاجأ مينا أنه يبعثوها في الجامعة إلى لجنة طبية يعني لجنة طبية تنبعث لها بنت ضريرة يعني أش راح تكتشف اللجنة الطبية أشنو الحدث الغريب هذا روتين وهذا الروتين القاتل السخيف التافه زين
تروح على اللجنة الطبية تنفحص، هي ضريرة. ما ينكتب لهذه اللجنة الطبية أنه هذه البنت عندها استثناء، لأن هي الأولى على جامعتها وليس فقط على كليتها، جامعة الموصل. يقوم الطبيب رئيس اللجنة الطبية يقول له أنت ضريرة، يعني حتى أسلوبه كان تافه، ويقول له أنت ما ممكن تتعينين ونحن راح نلغي أمر تعيينك، ويقول له لو حتى رئيس الوزراء يأمر بتعيينك إحنا راح نرفض. طبعا أمر طبيعي يستهين برئيس الوزراء، لأن هو يعرف إيش قد قيمة رئيس وزراء العراق. هذه حالة من مئات الآلاف من الحالات، إذا ما نقول الملايين. طبعا الخريج العراقي اللي ما عنده واسطة حتى إذا طلع معدل 95 كذا، كثير من الحالات نسمعها أنه يقبل محط طبي أو كذا، تمييز الطائف اللي موجود في المحافظات في القبولات في السيطرات، كذلك تعامل محافظة عن غيرها بأسلوب طائفي، هذا كله جعل المواطن أنه يقول لك والله عمي دخلينا نسوي إقليم ونخلص. طبعا هو مو حل صراحة، هو مو حل مثل ما ذكرنا أنه بحسب الدستور اللي جاب المحتل الأمريكي حتى إذا صرت أنت إقليم فأنت تستلم ميزانيتك من الحكومة المركزية، والقوات ما تقدر تشكلها، وأي قوة جاية من بغداد تدخل وأنت الممنون ما تقدر تتكلم، الحشد يبقى، مكاتب الأحزاب تبقى، فأنت فقط يعني إقليم صورة، أما على الواقع ماكو شيء. معنا اتصال أبو أحمد من الأنبار، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي عزيز؟ حياك الله يا أهلا بك. احنا بمناسبة هذا البرنامج سلامي إلى كل الكادر البرنامج، ونشكركم على هذا البرنامج الشيخ، برنامج اللي يحكي يعني معاناة العراقيين اللي داخل البلد وخارج البلد. واحنا العراقيين اللي تعودنا من هاي 16 سنة على هاي المعاناة اللي ما تخلص، لحد ما يخرج المحتل الإيراني حتى نخلص، أو تخرج الذيول الإيرانية من العراق حتى العراقي يشوف حريته ويشوف حاله ويشوف وضعه ويشوف إمكانيته ويشوف اللي يقدر يشوفه من المعيشة داخل العراق. المهم الشباب العراقي، أنا يعني سمعتك تتكلم من خلال الحديث قبل شوية أنه أنا مقطع فيديو، معاناة الشباب العراقي. الشباب العراقيين أنا حاليا في تركيا أتكلم معاك، نعم، الشباب العراقي اللي داخل تركيا حاليا، اللي البلد الوحيد اللي استقبل الشباب العراقي، يعني الشباب العراقي اللي البلد الوحيد، مو الدول العربية اللي استقبلت الشباب العراق أو العوائل العراقية. هنا مأساة لا بعدها مأساة، مأساة الشاب العراقي اللي يعمل ليل نهار، يطلع من الساعة 6 صباحا، يعني يخرج العمل الساعة 6 صباحا لحد الساعة 6 مساء، لكن دون جدوى. ليش؟ الشاب العراقي عنده طموح، وتعرف انت الشباب العراقي وتعودوا، وخاصة المناطق القلبية تعودوا على رفاهية، تعودوا على ملبس، يعني ما يحتاج انه اوضح لك اكثر. نعم. هنا يعني صراحة الحكومة التركية ما تعاونت مع العراقيين وتعاونت مع الشباب العراقي، لكن ما يقدر مثل ما كان بالعراق انه يقدر يوجه نفسه او يوجه الاهل اللي يقدر عليه. نعم. امكانيات يعني ضعيفة جدا صراحة، او نعم. امكانية المصروف مو قوية جدا. نعم. عوائل كبيرة، عوائل اطفال امراض، المهم معاناة قلت لك ما تخلص. نعم. العراقي يريد يرجع لبلده، يقدم اللي عنده، يقدم اللي موجود بالطاقة اللي عنده. نعم. نعم انه اكو تقديم خدم، العفو انه يعني شلون نقول لنا فضلية او مثلا هيك امور، لكن مو مثل بلدك. نعم. يعني مو مثل بلدك. ما هو السؤال، الواحد هو ليش طلع من بلده؟ غير بسبب الظروف، تعيينات ماكو، عمل ماكو.
اخوي العزيز، يعني سبب الخروج، يعني خروج الناس من البلد العراق بسبب الاضطهاد، يعني نعم. هذا موجود ومعروف نعم. سبب اضطهاد الحكومه هاي الموجوده اللي تابعه لايران، حكومه طائفيه طبعا هنا بخارج البلد. اكون واضح وياك، مو بس لنا نعم. حتى من الجنوب هسه نزوح من محافظه البصره نعم. على تركيا شيء. انا صار احكي معك صار لي 4 سنوات داخل تركيا نعم. مع عادي الناس اجت من العراق للاستقرار داخل تركيا لاجل حمايه اهلها، حمايه نفسها، مو بس يعني المعيشه مو درجه اولى. احكي لك صراحه الناس تحمي عوائلها وتحمي افكارها وتحمي نقول ناس العقول، او هوايه ناس عقول اجت هنا تحمي روحها، تحمي نفسها، تحمي عوائلها من اللي شافت ما شافت. انا تكلمت مع جماعه من البصره سالتهم شنو السبب اللي خلاكم، احنا بالنسبه لنا سبب داعش، بسبب الميليشيات اللي موجوده القذره حشاك انه لا. اللي موجوده داخل محافظتنا، بسبب الناس اللي تحالفت ويا الميليشيات ويا الحكومه. قال والله يا اخي انت دا اشوف بالتلفزيون ماكو اللي دا يعني يظهرون الحقيقه داخل محافظتنا الجنوبيه وبالذات على البصره من اضطهاد، ويعني قال محاصرين، يعني محاصرين من كل النواحي، لا عمل لا خدمات لا راحه لا امان. قال هو الامان اهم شيء للانسان، امان ماكو. نعم. قلت لا يعني معقوله؟ قال معقوله والف معقوله. فدا اشوف نزوح يعني مو بس محافظة، على المحافظه بالمحافظات تحكي معك، اكو هواي محافظات نفس الموضوع من دا اخابرهم. يعني العراق خارج يعني اكثر العراقيين خارج احكي صراحه، اللي بالمخيمات، اللي بشمال العراق، اللي بتركيا، اللي بالمانيا، اللي والاكثريه هم بتركيا. نعم. زين ولا اكو حكومه مثلا عندنا قنصليه وعندنا سفاره، ماكو للحكومه اللي تحركت وقالت خلينا نشوف معاناه الناس، معاناه العراقيين، او منظمات وجهت منظمات انسانيه او منظمات حقوقيه او اي ان كان. نعم. يعني حتى معامله السفارات ومعامله القنصليات مع الناس والله معامله سيئه، والله معامله سيئه. زين هاي السفاره القنصليه هي اللي تكون ممثل للحكومه خارج البلد، تكون بهالسوء وبهال يعني بهالاسلوب، يعني والله معاناه يا اخي، معاناه بلد ماله يعني ماله شاره على قولت المثل العادي، ماله شاره يعني، الا بشرط الا بشيء واحد، انه نخلص من هاي السله الفاسده وهاي السله العصابات، مو بس فاسد عصابات. نعم. ونسال الله انه يجعل بأسهم بينهم. انا اشكرك ابو احمد من الانبار كان معنا، ونسال الله ان يفرج عن جميع العراقيين. معنا اتصال ابو حيدر من ديالى، تفضل ابو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اخي العزيز، شكو يصير ظلم بالعراق من بدايه السقوط دخول امريكان، يتحملها رجال الدين اللي وافقوا على دخول الامريكان للعراق. هاي واحد. نعم. والشيء الثاني ايضا يتحملون مسؤوليه اللي وافقوا على الدستور اللي سواه رايمر. اولا اللي وافق على دخول الامريكان خالف القران، وشكو ظلم بيصير بالعراق والله العظيم، مثل هاي الطالبه العمياء الكفوه، وهاي واحده من نقطه من بحر من النظام العراقي يتحملها الناس اللي انتوا الضوء الاخضر لامريكا بدخول العراق. نعم. خالفوا القران، خالفوا هذه الايه المباركه بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لكم، ولكن مع الاسف الشديد رجال الدين اللي جعلوا انفسهم بينهم يقودون نعم. البلد، والناس ماشيين وراهم ويسمعوهم، هم هذول اللي خالفوا امر الله وسمحوا لليهود والنصارى ان يدخل، وبعدين هم نفسهم رجال الدين وافقوا للسمو الصفراء اللي جت من ايران. نعم. اقسم لك يمين هسه حاليا في البلد اكو ناس هم عراقيين ويرانيين، مع الاسف الشديد عراقيين باعوا دينهم، باعوا ضمائرهم، باعوا ما عندهم نعم في سبيل ارضاء دوله اجنبيه، وما يقبلون اي كفاءه بالبلد، وما يقبلون حتى على مستوى هذا الدجاج
هسه حاليا الانتاج الاجنبي غدر البلد، ليش؟ يريدون يدمرون انتاج البلد، واكو من اكو من ينفذ اوامر الخارجيه يجون خارج، وسببها منو؟ سببها رجال الدين اللي وافقوا على دخول الامريكان، رجال الدين يعلمون بكل الظلم اللي يصير بها. نعم. وماكو اي تغيير الا الله سبحانه وتعالى، هو ينتقم من كل ظالم. وصدقني يجي اليوم يجيك اليوم هاي الغمامه تروح. وسبحان الله المغير الحافظ، التاريخ يذكر كل من قال بلده. نعم. والتاريخ راح يذكر كل من قال اذا صار حرب بينه وبين بين ايران اصير ويا ايران ضد العراق. نعم. ياكل ويشرب هذا البلد ومن خيرات هذا البلد ويغدر، ولكن هذا المسكين نسى الله سبحانه وتعالى، وان ربك لبالمرصاد. نعم. وان بغت ربك لشديد. اشكركم على المجيد. انا اشكرك ابو حيدر من ديالى كان معنا. خلونا نقرا بعض رسائل الواتساب. يقول السلام عليكم اخوي، يقول والله ملينا من هاي الحكومة الفاسدة. محمد أبو دليم. رسالة أخرى من البصرة يقول فيها: مرحبا أنا حيدر من البصرة. يقول والله العظيم وبعزة كتاب نبيه، يقول أهل الجنوب يكرهون إيران كرها شديدا، ولا يود إيران سوى المنتمين للأحزاب الإيرانية وبعض المغفلين والأغبياء الذين ينخدعون بشعارات إيران الدينية. فأرجو من الأخوة المتصلين، يقول من أخواننا السنة، ألا يسيئون الظن بأهل الجنوب. تحياتي، حياك الله. معنا اتصال أبو أيسر من تركيا. تفضل أبو أيسر. أبو أيسر، الله يسعدك أستاذ عمر، حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ. نعم. قالها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. بس نصل التلفزيون أبو أيسر للأخير، الله يخليك. يا أشباه الرجال ولستم برجال. نعم. بس نصل التلفزيون أبو أيسر. تسمعني؟ والله أمليت قلبي قيحاً. أبو أيسر. نعم. تسمعني؟ نعم، نصيت للأخير. أي والله، الله يخليك، تفضل. يقولهم والله أمليت قلبي قيحاً. نعم. أستاذ، أنت هاي شعب العراق هو يريد هاي الحالة. ليش يريد هاي الحالة؟ لأن شعب ما يريد حقه. شلون؟ ما يريد حقه، شعب ساكت، يعني شعب مظلوم وساكت من دون شعوب العالم العربية كله. نعم. ساكت يعني ما أعرف. يعني هاي المظاهرات تطلع كله، والناس تنقتل، واحد يكتب له مقالة على إيران يقتل، يطلعوا المظاهرات بالبصرة يقتلون ويختالون بالأنبار كذلك، يبنيون بصلاح الدين. ماكو واحد يطلع حقه. نعم. ما حد يريد حقه هذا الشخص. احنا ندعي أساتذة الجامعات والكفاءات بالعراق، واللي طلعوا البارحة احتجاج على اغتيال الأديب علاء مجذوب. نعم. انه يطالبون بتدوير القضية. نعم. تدوير القضية، لأن هاي الشغلة راح تصبح دمار للعراق وانهيار العراق كليا. نعم. العراق هو يعتبر حاليا مجزأ بدون ما يطلبون أقاليم، هو مجزأ أصلا. نعم. فإحنا مع الأسف يعني عندنا هواي كفاءات، وعندنا المفروض يطالبون الجامعة العربية. نعم. يطالبون مجلس الأمن أنه العراق وصل إلى مرحلة الانهيار، وليد يحكمون ناس. نعم. سراق قتلة. نعم. واشكرك أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا. طبعا استكمالا لكلمة رئيس أبرشية الموصل داود متي، يعني هو أكد بأن تم اضطهاد المسيحيين في العراق، وتم يعني تعرضوا إلى إبادة جماعية، تم الاستيلاء على ممتلكاتهم. هذا كما ذكرنا أعزاء المشاهدين، يعني إحدى أوجه تنفير المواطن العراقي من هويته الوطنية. خلونا نسمع المقطع الثاني لداود متي رئيس أبرشية الموصل. وأبدا نحن ما راح نسكت على هذا الحق، لو كلفنا حياتنا هذا الأمر يكفي. احنا تحملنا بما فيه الكفاية، اتهجرنا، مورس ضدنا إبادة جماعية، أخذوا تاريخنا، أخذوا كنائسنا، أخذوا بيوتنا، أخذوا أديورتنا، أخذوا كرامتنا، أخذوا كل شيء. لكن أن يدمرون أولادنا، هذا أبداً ما رح نسكت عنه، وأبداً ما رح نقبل بينه. وغداً لناظره قريب،
غدا لناظره قريب. فأنا أقل الميناء أريدك تكوني قوية. بابا أبد لا تخافين، راح تتعينين. إذا ما عينوك هذولي فأنت أشرف وأسمى من أنه تتعينين عند هشكل الحثالات. راح تطلبين في أعلى الدول وفي أرقى الجامعات في العالم. وإذا نحن ما لنا قيمة في هذا الوطن، يوجد من يعطينا القيمة. وإذا جامعاتنا وكلياتنا استكثرت أن تعين وحدي من بناتنا ضريرة، أكو مئات الجامعات تتوسل أن تعين أولادنا، وبالذات اللي مثل حالة مينا. فأنا بالنسبة لي ما راح أسكت على هذا الموضوع. نعم، هذه حالة من مثل ما ذكرنا من مئات الآلاف من الحالات تجعل من الشاب العراقي من الشاب العراقية يغادرون الأراضي العراقية، وبعدين تجي الميليشيات تستولي على ممتلكاتهم ويصير تغيير ديموغرافي، وتلقى مثلا بعض المحافظات تطالب بالإقليم، ومثل ما أشرنا أنه ليس بحل جذري. كذلك أنه تجد الحكومة تتوجه إلى دعم مؤتمرات ودعم جماعات من خارج العراق، مثل ما صار قبل 4-5 أيام أنه الحكومة وسياسيين في العراق سووا مؤتمر لدعم كشمير. يعني قضية كشمير قضية دولية متنازع عليها بين باكستان وبين الهند، يعني حتى دا يثيرون علينا ملفات ودا يضربون العلاقات الدولية مع العراق بإثارتهم لمواضيع دولتين متنازعة على أرض. هسا أنت شلك علاقة، حل قضيتك. أنت عندك 3 مليون نازح لغاية الآن، عندك مئات الآلاف من المفقودين بحسب الصليب الأحمر، عندك عشرات الألوف من المعتقلين داخل السجون العراقية اللي لغاية الآن ما بت القضاء العراقي بمصيرهم، وبيهم الكثير من الأبرياء. بلو خلونا نشوف الصور، صور المؤتمر اللي صار قبل كم يوم في بغداد. نشوف سيدنا المخرج الصور إذا جاهزة. نعم، السيد همام الشيخ همام حمودي أحد متصدرين هذا المؤتمر. هذه الصورة الثانية، يوم التضامن مع كشمير، هذا عقد في أحد فنادق العاصمة بغداد، وحضر شخصيات سياسية. نعم، هذا المؤتمر بحسب مصادر صحفية كلف أكثر من 100 مليون دينار عراقي. يوم واحد، يوم التضامن مع كشمير، يكلف أكثر من 100 مليون عراقي، والنازح العراقي كاتل البرد والجوع، والجماعة قاعدين يثيرون مشاكل مع دول. يعني هذه القضية حساسة، ومثل قبل فترة، قبل حوالي سنتين أو أقل، لما استقبل وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري وفد من الميليشيا الحوثي، وكذلك يريد يضربون العلاقات العربية والدولية، وما أعرف يعني يتخبطون هنا وهنا، وكأنه عندهم فلوس زايدة والشعب العراقي مرتاح ولا أكو نازحين ولا أكو مأساة، يصرفون كل هذه الملايين على الغريب، وابن البلد محتاج إلى وظيفة، محتاج إلى راتب، محتاج إلى خدمات ما يوفروها ذول السياسيين وهذه الحكومة. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، فضل أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الكريمة. الله يحييك، أهلا وسهلا. أستاذ، في زمن 1920، تقول 1920 في زمن الحكم البريطاني، طالبت البشرة حكم ذاتي. نعم. رفضت بريطانيا إعطاء الحكم الذاتي وتقسيم العراق. نعم. زين هسه بالوقت الحاضر نشوف إنه أمريكا عندما جاءت وكان العراق موحد، وهي ما قامت بعملية تقسيمه وعملية عن طريق الطائفية والحكومة الطائفية، ومصارت المشاكل بالمحافظات السنية ومثل بالمحافظات الشيعية، يعني هي كوسيلة لتقسيم العراق. يعني من زمان أكثر من 7 سنوات حنان الفتلاوي تقول خلي يقسمون، خلي يقسمون الأنظار إقليم إلهم ونصيرهم كم ثلث يعيشون بيها، كانوا عايشين إحنا بديت أبوه. نعم. لأن أستاذ هي الشغلة أمريكية، شغلة إيرانية. إيران تريد تضعف العراق حتى تسيطر عليه، وخاصة البصرة. إذا صار إقليم بالبصرة حيكون إقليم ضعيف تحت سيطرة الدول الجوار وخاصة إيران. الموصل
أصلا هي مهدمة. يعني أنت تسوي إقليم بالموصل على أي أساس؟ نعم. ترى هذا كله في سبيل إنه الحكومة خاصة نوري المالكي والعبادي هو اللي قام بعملية إنه إصدار يعني إنه ممكن للعراق يصير أقاليم. ليش؟ لأنه يفكرون بالمادة أكثر مما يفكرون بمصلحة الشعب العراقي. ليش؟ لأنه صلاحيات المحافظين رح تكون صلاحيات واسعة وصلاحيات مهلكة للشعب العراقي. فإحنا ما بنفكر إنه إيش بنسوي إحنا بلدنا إحنا كشعب عراقي. إحنا شعب ينقصنا التوعية، ينقصنا الإدراك، ينقصنا الدين. إحنا رجال الدين من دخلوا بالسياسة فسدوا النظام الحكم اللي موجود في العراق. فأنتوا ليش تسمعوا رجال الدين؟ ليش الحالة اللي وصلنا إليها هسه بالوقت الحاضر نتيجة يعني سياسة رجال الدين بالحكم أدت إلى وجود تناحرات، إنه أصبحت عندنا دولة بطن دولة، قوة بطن قوة، حشد أكبر قوة في العراق من أي قوة أخرى من الجيش والشرطة. فإحنا هذه صور اللملم. يعني صدام حسين من جاء يعني حتى إنه يعني استطاع أن يدم شمل العراقي بسياسته وحكمته، وحتى إنه ضغطت عليه أمريكا إعطاء الحكم الذاتي لكردستان بضغط أمريكي. يعني أمريكا هي السبب. وبعدين السبب الآخر والمهم، إحنا شعب ملتهين بس ناكل. يعني أشكر شم عبد الله وأعتذر عن المقاطعة. يعني فقط الملاحظة، يعني إعطاء الحكم الذاتي لأكراد مو جديد، من بداية السبعينيات لحل هذه القضية. رسالة واتساب يقول: لن يشهد العراق ولا غيره من دولنا العربية والإسلامية لا استقرار ولا أمل، لن تنتهي مسلسلات التقسيم ولا القتل والإجرام والانتهاكات والاعتداءات اليومية على حرائرنا وعلى أحرارنا في سجون الميليشيات حتى تقطع أيادي أسيادهم. أبو قاسم من فلسطين. رسالة أخرى من أم زيد تقول: السلام عليكم. تقول: العراق مبيوع، وتقول: انباع إلى إيران والعراقيين لهم الله. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم احفظ العراق وأهله. آمين يا رب. اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم. تحية إليك. حياك الله يا أهل كل الكادر مرة ثانية. اولا يعني شرد اقول يعني يخونني التعبير، اصلا مو مبرر انه تكون اقليم بصره ولا يكون مبرر اقليم الموصل. احنا زعلانين يكون اكو اقليم بشمال العراق، يعني انا صعب علينا وقف الشيء لازم احنا نهتم. يا اخوان يا حبايبي يا قلبي، انتو علينا مؤامرة كلش كبيرة. نعم. كلش كبيرة، والعملية السياسية لازم نفكر بإذاعتها. من نقول حكومة يعني كردي سني أوربي كله. نعم. كله دولة ما يفيدونا تحت راية المحتل. لا الدستور اللي قر الأقاليم احنا نريده، ولا يعني اي واحد يفكر انه يعني شلون احنا شلون يعني القليل بصره وشمال وباقي بالانبار والى متى. اليوم العالم تتحد، اليوم العالم تكون قلب واحد. يعني احنا كل احنا قلب واحد، كل احنا رئه واحده، كل احنا عيون واحده. ماكو هذا ابن البصره وهذا ابن الموصل وهذا ابن اربيل وهذا الثمانيه وترك. ويعني احنا ما يصير نفكر اصلا ولا نأيد ولا مبرر. ومثل ما تفضلت استاذ عمر من كان بالحكومه ما كان يداعي بهذا الشيء، فشل حتى يريد ياخذ له فد ماخذ. واثنين اني ادعم هذا اخوي وحبيبي المسيحي العراقي الاصل، اصلا هم اصل العراق مهضوم والى حق، وهذول اميه همجيه. نعم. الضرير شنو عندنا؟ طه حسين، عندنا علماء، عندنا شعراء. نعم. عندنا الذكر الأصلي، عندنا شعراء. نعم. اللي هم ضاربين بالتاريخ يعني ضريرين، وهذا مو برضه عندنا من الأفضل. أنا أشكرك أبو علي والله وأعتذر جدا على المقاطعة لضيق الوقت. وعندنا اتصال أبو عبد الله من لندن. دقيقة أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربط سريع على الأخت أم عبد الله.
أم عبد الله قالت رجال الدين لما تدخلوا في السياسة يعني خربت وضع العراق. أنا أقول للأخت أم عبد الله هناك سياسة شرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة بعده هزموا أكبر إمبراطوريتين. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده سياسة شرعية؟ هل الصحابة بس هي تقصد دول رجال الدين اللي هسه موجودين؟ ما هو هذا يدل نعم رجال الدين الآن ناس يعني رجال الدين مثل السيستاني مثل همام حمودي الآن هذا رجل دين معمم يقول ما في دولة مثلكم كثير من دول الجوار حاسديكم على الحرية اللي أنتم تستطيع أن تحاسبوا أكبر مسؤول في الدولة. فأنا قصدي هل يطلع همام حمودي يلطم على رأسه في عاشوراء؟ هل يطلع السيستاني يلطم؟ هذه يعني هم ماشيين في طريق خلط يطلعون الناس على مدار السنة الأطميات وهم ميتين جوع وتعال ارمي الخمس ارمي الفلوس في المقابر في المراقد الدينية. فيجب هناك الدين أن الله عز وجل يقول نعم. آيات كثيرة في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فيجب أن يغيروا يعني يعرفوا هناك ويعني يغيروا حالهم إلى يعني أن يتبعوا أشكرك أبو عبد الله وعذرا على المقاطعة. نقرأ رسالتي على الواتساب يقول فيها السلام عليكم يقول حكومات العصابات والإجرام هي من جلبت المحتل الأمريكي المجرم هل ينتظر منها إصلاح سعد؟ وكذلك يقول آخر يقول سلامي لقناة الرافدين ويقول صحيح قنصلية العراق في إسطنبول سيئة جدا كما يقول معنا المقيمين في تركيا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين تحدثنا فيها حول الدعوات إلى إعلان إقليم في محافظة نينوى وإقليم في محافظة البصرة ما هي الدوافع والسبب يعني بسبب سياسة الحكومة المركزية تجاه المحافظات العراقية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.